كنا بنتكلم، سوري معلش قطعت قطع، كنا بنتكلم عن ان احنا ايه الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها علشان just a second معلش اوكي، ايه الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها تساعدنا عشان نقدر نعمل التريننج لوسي. لما تيجي تشتغل مع الطفل اوكي، اول حاجه مكتوبه في كوبر بوك وقالوا لنا عليها، ان انت مثلا ايه سي لو انت بتشتغل مع الطفل على ان انت بتعلمه ان هو مثلا يعرف حاجات معينه او يسمي اشياء معينه، مش انت بس اللي تشتغل معاه اوكي، لازم يكون في اخصائيين تانيين يشتغلوا معاه اوكي. يعني مثلا لو انا بشتغل على ان انا عايزه اعرف الطفل ان هو ان دي مثلا ريد بلوك او دي مكعبه لونها احمر، انا رضوى اوكي، اجيب حد تاني كمان يشتغل مع الطفل علشان ويشتغل عليه على نفس الحاجه دي ريد بلوك، ان هو يعرف يقول دي ريد بلوك او دي مكعبه لونها احمر. حد تاني ده بقى لو هو بيشتغل في مركز ممكن يكون اخصائي تاني بيشتغل على نفس المهاره دي، ممكن تكون لو الام في البيت، لو الاخوات، لازم يكون في اشخاص متعدده مش شخص واحد بس هو اللي بيعلم الطفل. حاجه تانيه قالوا لنا عليها برضو في كوبر بوك، ان انت بتعلمه في اماكن مختلفه. لو انت برضو لو احنا هناخد نفس المثال ده، لو انت بتعلمه ان هو برضو ده ريد بلوك، ان انت ما تعلموش بس ان هو يقول ريد بلوك او دي مكعبه لون احمر بس في الاوضه بتاعه الثيرابي او الاوضه اللي انت بتديله فيها الجلسات، لا روح اوضه تانية كمان بحيث ان هو يقول ريد بلوك في اوضه تانية. طيب في البيت لو هو بيشتغل في البيت، ما يبقاش بس هو دايما في كورنر ده اللي هو بيشتغل فيه وهيقول ريد بلوك فيه، لا روح كورنر تاني في الاوضه، اشتغل معاه في ريسبشن، اشتغل معاه في اوضه بتاعه حد تاني، اشتغل معاه في الليفينج روم، غير الاماكن. كل الحاجات دي بتساعد على ان الطفل يقول نفس الاستجابه في اماكن مختلفه، بتساعد على الجنراليزيشن اوكي. طريقتك وانت بتتكلم ما يبقاش دايما هو نفس الطريقه اللي انت بتتكلم بيها هي، حاول ان انت تغير التون بتاعك، بس طبعا ما تحاولش ان انت تو اكزاجريت او ان انت تكبر الموضوع، يعني بلاش مثلا ايه ريد بلوك وتحاول تخلي الحروف تبقى كبيره، لا يعني حاول ان انت ريد بلوك مثلا يا اتس ريد بلوك كده، غير الملامح بتاعه وشك شويه وانت بتتكلم اوكي. ايه كمان ال vary the number of individuals present، يعني ايه؟ يعني ممكن برضو ان حتى لو انت بتشتغل مع طفل عشان يقول لك ان دي مكعبه مثلا لونها حمراء، مش لازم ان انتوا بس تكونوا لوحدكم في الاوضه، ممكن يكون كمان يكون في حد تاني معاكم في الاوضه، فهو برضو يتعود على ان في ان هو يقدر بيقول الاستجابه دي او البيهيفير ده بيعمله او السلوك ده في وجود اشخاص تانيه كمان موجودين، مش لازم ان هو يبقى مع حد واحد لوحدهم في الاوضه. اوكي؟ حاجه كمان البس لبس مختلف. لو انت حتى عندك يعني انت بتروح الشغل بتاعك بلبس مثلا تيشيرت لونها ابيض وانت بتشتغل مع الطفل، ما تبقاش دايما لابس تيشيرت لونها ابيض، لا غير، مره ابيض مره ازرق مره احمر مره اصفر، تشينج. لو انت مثلا محجبه غيري الطرحه بتاعتك تبقى الطرحه مختلفه. ليه الفكره في كده؟ ليه لو انت مش محجبه ارفعي شعرك مره لفوق نزليه مره لتحت اعمليه كده؟ الفكره ان لازم الطفل لما هيقول الاستجابه دي او يقول ريد بلوك او دي مكعبه، احنا عايزينه ينتبه للمكعبه، مش عايزينه ان هو يبقى الريسبونس بتاعه الاستجابه بتاعته مرتبطه باي شكل من الاشكال، من حاجه في شكلي انا، من حاجه في الانفايرمنت، لا لازم ان هو استجابته تكون بيزد على الستيمولس اللي قدامه، مش هو قال ريد بلوك عشان رضوى النهارده لابسه احمر مثلا، او لكن انا وانا مثلا جبت له ريد بلوك قدامه وانا لابسه ازرق مثلا يروح قال بلو بلوك او ازرق، لا لازم الاستجابه بتاعته الريسبونس بتاعه يبقى بيزد على الستيمولس اللي هو شايفها قدامه. اوكي؟ غير في الرينفورسرز، غير في المعززات اللي انت بتديها له، ما يبقاش كل مره لو هو حتى بيحب الشيبس كل مره هو لازم الشيبس، لو بيحب الجوس كل مره الجوس، لا غير في الرينفورسر. كل الحاجات دي بتساعدك ان انت تعمل جنراليزيشن. حاجه كمان برضو من ضمن الحاجات برضو الموجوده في كوبر بوك، ان انت مثلا غير الاضاءه، ما تبقاش مثلا الاضاءه دايما الاضاءه البيضاء او الاضاءه الصفراء او مثلا الاوضه ساقعه او الاوضه حر، لا غير كل الحاجات البسيطه اللي هي irrelevant، اللي هي يعني تقدر ان انت تغير فيها وفي نفس الوقت ملهاش اي تاثير على الستيمولس اللي انت بتحطها قدامه، غيرها، لان ده بيفرق قوي قوي ان هو ما يبقاش كمان الطفل فيري روبوتك ويبقى سيستماتيك ويبقى ماشي بالطريقه اللي هي ايه، ماشي بنمطيه محدده مش عايز يغير ومش عايز يطلع منها. اوكي؟ بمعنى اصح كده خليك
ما تخليهوش دايما يبقى عارف ايه اللي هيبقى موجود، ما تخليهوش دايما هو يبقى عارف ان هو predictable، عارف ان رضوى هتبقى لابسه كذا، رضوى هتبقى حاطه الطرحه الفلانيه، رضوى هتبقى اوكي. غير في كل الحاجات دي. حاجه تانية من ضمن الحاجات اللي في ال reinforcement اللي في ال generalization اللي موجوده، حاجه اسمها maximize contact reinforcement in generalization setting. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تعلم سلوك اوكي، علمه كويس قوي لدرجه ان هو لما الطفل يقدر ان هو يعرف يستخدمه في الحياه الطبيعيه يعرف يستخدمه. انا حاطه لكم مثال هنا اللي هو ايه؟ انت زي بتعلم الطفل ان هو يفتح الباب لحد، حد خبط اوكي وهو بيفتح الباب لحد، يبقى السلوك هنا هو بيفتح الباب لما حد بيخبط. ما تجيش تعلمه بقى ان هو مثلا ايه يروح رايح لامس الاكره وماشي، او مثلا فتحها سنه كده وجري. نو علمه بطريقه مظبوطه ان هو يروح يمسك الاكره وينزل الاكره وينزلها لغايه تحت ويفتح الباب لاخره، وحتى يبص كمان يشوف مين دخل اوكي. فبالتالي يقدر ان هو لما يجي يستخدم سلوك زي ده في الحياه الطبيعيه يقدر يستخدمه صح. اوكي. حاجه كمان ممكن نستخدمها في الجنراليزيشن، حاجه اسمها indiscriminate contingencies. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انت مثلا جيت كل مره الطفل بيطلب منك حاجه خلاص انت هتديها له، وبعد شويه مثلا او اوقات تانية جه طلب منك الحاجه انت على طول بتقول لا، او على طول بتقول اه، بعد شويه هو الطفل هيبقى متوقع انت هتقول ايه. اوكي. فممكن تلاقيه لو انت بتقول لا مش هيعمل السلوك ده خالص، ولكن لو انت خليت دايما ساعات بتقول اه على حاجات وساعات بتقول لا على حاجات وهو مش هيبقى عارف، فبالتالي ده هتشجعه اكتر ان هو يطلب في الحياه الطبيعيه ويحاول ان هو يجي مثلا يحاول معاك مرات ومرات تانية عشان يحاول ان هو يطلب الحاجه، علشان يمكن لعل وعسى ان هو لما يطلب المره دي انت تديها له. دي حاجه بتساعد قوي ان هم يحاولوا يطلبوا في الحياه الطبيعيه، وبتشجع قوي ان هو يقدر يطلب في الحياه الطبيعيه. دي حاجه ليها علاقه بالجداول بتاعت المعززات لو انتوا فاكرينها، اللي هو الفاريبل ريشيو سكادول. اوكي. ان انت تحاول مره تتعزز ومره ما تعززش، مره هتدي له الحاجه اللي طلبها ومره ما تديلوش الحاجه اللي طلبها، فبالتالي هو مش هيبقى عارف انت او لما اجي اطلب انا هاخدها امتى، فبالتالي هخليه يقعد يطلب اكتر. اوكي. وهيطلب اكتر هنا وفي البيت وانت بتشتغل معاه، وهيطلب مع مامته. فده حاجه من الحاجات اللي ممكن تستخدم عشان نقدر ان احنا نساعد الطفل ان هو يقدر يعمل جنرالايزيشن ويعمل جنرال كيس اناليسيس. دي طريقه من الطرق برضو ان احنا ممكن نستخدمها علشان نقدر نعمل موضوع التعميم. انا جبت لكم مثال من الحياه الطبيعيه بسيط جدا 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 عشان اقدر اوصل لكم الفكره. ال general case analysis هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت عندك الغساله اللي على الشمال دي، شايفين بتتفتح منين؟ بتتفتح من فوق مش كده؟ لكن الغساله اللي على اليمين بتتفتح من قدام. اوكي؟ طيب الغساله دي ممكن يكون فيها زراير مختلفة عن الغسالة دي، يعني مثلا السائع والبارد ودرجات الحرارة والعصر والكلام ده كله هتلاقيه مختلف عن الغسالة دي. اوكي. يبقى انت في الغسالة دي عندك ستيمولس مختلفة. اوكي. الزراير اللي احنا اتكلمنا عليها وطريقة الفتح بتاعتها ومختلفة عن الغسالة دي. اوكي. طيب الريسبونس بتاعك بقى لما انت تيجي تشغل الغساله، طب ما هو برضو هيختلف. ما انت هنا هتدوس على الزرار ال 40 درجه، لكن هنا هتدوس على الزرار ال 40 درجه مثلا، ممكن محتاج ان انت تظبطه عشان تقدر توصل لل 40 درجه، هيبقى مختلف. فالريسبونس بتاعك استجابتك هتختلف من الغساله دي للغساله دي. فلما تيجي تشتغل ما تمسكش غساله واحده، لو انت عايز تعلم ابنك ان هو مثلا يحط الهدوم بتاعته في الغسيل، ما تمسكش غساله واحده وتبتدي تشتغل على هي دي بس الغساله اللي هو يقدر ان هو يتعلمها. لا، علمه اكروس غساله تانية، علمه ان هو يستخدم ازاي يستخدم الفيتشرز بتاعت الغساله التانية. اوكي. نفس الحكايه لو انتوا حتى بتقعدوا تفكروا كده، عارفين ايه كمان؟ التليفونات. لو انت اديت، على فكره دي حاجه على فكره ممكن تبقى فينا كلنا دلوقتي، لو انت اديته مثلا ايفون هتبص تلاقي الايفون مختلف عن السامسونج. لو حد متعود على الايفون وجي يمسك سامسونج، ايه ده انا مش عارف ارد، انا مش عارف ابعت مسج، انا مش عارف ادخل على الفيسبوك من التليفون ده، حد يساعدني. فدي بتبقى ساعات مشكله. هنا بقى لو انت عايز تعمل جنرال كيس اناليسيس، اتعامل مع الايفون وتعامل مع السامسونج وتعامل مع الحاجات التانيه الموجوده، فتبتدي ان انت تقدر تعرف تجنرالايز تعمم السلوك بتاعك في ان انت تفتح التليفون وان انت تبعت مسج من الواتساب وان انت تعمل كل حاجه في تليفونات مختلفه. اوكي. هو ده الجنرال كيس اناليسيس. بروجرام كومن ستيمولاي. يعني ايه بروجرام كومن ستيمولاي؟
دي حاجة من الحاجات اللي موجودة برضو عشان نقدر ان احنا نستخدمها ونقدر نعمم ونعلم الطفل ان هو يعمم. مثال، لو انت عايز تعلم الطفل ان هو يشتري، يدخل السوبر ماركت ويشتري شوية ايتمز من السوبر ماركت ويدخل يقف عند الكاشير وبعد ما يخلص يقف ويدفع وياخد حاجته. طيب هل ينفع ان انت طفل لسه ما عندوش كل السلوكيات دي اخده على طول على السوبر ماركت وعلمه ان هو يشتري؟ لا، الموضوع هيبقى very frustrating وهيبقى صعب قوي عليه، وممكن بدل ما هو يبقى مبسوط حتى وهابي بموضوع السوبر ماركت ممكن يبقى متضايق لان هو مش عارف ايه اللي المفروض يعمله ومش عارف ايه الصح اللي انا اعمله. يبقى الاحسن ان انت تعمل ايه؟ الاحسن ان انت تاخد حاجات وايتمز وادوات من اللي موجوده في السوبر ماركت وتاخدها عندك في الكلينيكال سيتنج بتاعك او في الاوضه اللي انت بتعلمه فيها وتبتدي تشتغل معاه على حاجه زي كده الاول، اوكي؟ وبعد ما ينجح في الكلينيكال سيتنج او في الاوضه او في الثيرابي روم اللي انت قاعد فيها معايا دي، ابتدي بعد كده خد وروح الناتشرال انفايرمنت او في الحياه الطبيعيه. انت كده بتاخد حاجات من اللي اوريدي موجوده في الحياه الطبيعيه اللي هو السوبر ماركت اصلا، انت بتاخدها في الكلينيكال سيتنج بتاعك وانت بتعلمه حاجات يقدر يشوفها في البيئه في البيئه الطبيعيه، بتربطها بالمكان اللي انت بتشتغل فيه معاه، اوكي؟ فبعد كده لما هو يشوف الايتمز دي في الحياه الطبيعيه هيبقى سهل عليه ان هو يعمل السلوكيات دي. فده نوع من انواع الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعمم او نعلمه التعميم والجنرالايزيشن، اوكي؟ اخر حاجه سيكوينشال موديفيكيشن، وبعد كده بقى هاخد كل الاسئله بتاعتكم. سيكوينشال موديفيكيشن ده يعني ايه؟ انت بتطبق زي مثلا، اوكي، انت البلو بلوك دي المكعبه الحمراء هو ما كانش عارفها انها حمراء، ابتدينا نعلمه ان هو دي مكعبه حمراء احمر لونها احمر، اوكي؟ خلاص بعد كده وصلنا للماستر كرايتيريا بتاعتنا اللي هو الحاجه اللي هو المفروض ان هو الليفل بتاعك يعني او المعيار بتاعك اللي هو يقدر يعمله. جيت بعد كده جبت له مكعبه لونها ازرق، خلاص اوكي مكعبه، خلينا نقول ناخد مثال انها مكعبه، فورجيت اباوت اللون دلوقتي، بس انت جبتها له لونها ازرق، اوكي؟ وبعد كده مثلا بصيت لقيت ان دي مش عارف انها مكعبه، فهتبتدي برضو تراي ان انت تو بروجرام وتبتدي تحاول ان انت تستخدمها تاني على انه تعلمه انها برضو مكعبه، حتى لو لونها ازرق هي برضو مكعبه، اوكي؟ نفس الحكايه اخضر، اوكي؟ مكعبه دي برضو اسمها مكعبه، بس انت لما جبتها له بالشكل ده وباللون ده ما عرفهاش. فنبتدي ان احنا نعلم، اوكي؟ انت يو ار تيستنج الاول، بتساله بعد ما علمته دي خلاص وعرفها قوي، جبت دي لقيته مش عارفها، فهتبتدي عشان تعمل جنراليزيشن وتست فور جنراليزيشن، هل هو عارفها؟ لا، لقيته ما عرفهاش، هتبتدي تعلم برضو انها مكعبه. بعد شويه جبت دي بعدها، طيب لقيته برضو مش عارف، تبتدي تعلم. هو ده السيكونشال موديفيكيشن، ان انت بتاخد ايتمز من الايتمز اللي انت عايز تعلمها له وتبتدي تو تست على طول وتختبر بعد ما علمته الحاجه الاولانيه وتشوفه، لقيته مش عارفه تبتدي تعلمها له على طول. اوكي، تجيب حاجه برضو تانيه او مكعبه تانيه اكبر شويه او مختلفه في اللون، تبتدي تساله السلوك هنا ان هو يعرف لك انها مكعبه، اوكي؟ لقيته مش عارف، تبتدي برضو تست فور جنراليزيشن تشوفه عارف ولا لا، مش عارف تبتدي تعلم. هو ده سيكونشال ترتيب، اوكي؟ مثال تاني برضو شبه المثال اللي قلناه في الاول، ان انت لو الطفل بيطلب ان هو يقول عايز يروح التويلت في المدرسه، بصيت لقيته ان هو ما بيطلبش ان هو يروح التويلت في البيت، اوكي؟ هتبتدي ان انت تشتغل على ان هو يطلب ان هو يقول تويلت في البيت. كنت فاكر ان هو مثلا لوحده هيبتدي يطلب من مامي في البيت ان هو يروح التويلت، لقيتها ما بتحصلش. لازم ان انت تبتدي تروح تشتغل في البيت او تساعد مامي انها تحاول انها تساعده ان هو يطلب كمان في البيت. هو ده السيكوينشال موديفيكيشن، اوكي؟ اتمنى ان انا اكون افدتكم في الحاجات دي. انا قلتهم بطريقه سريعه وعلشان الوقت، وهوبفلي ان هم يقدروا يساعدوكم في شغلكم في البيت وكده. اي كويستشنز؟ حد عنده اي اسئله؟ حد عنده اي اسئله في الجنراليزيشن؟ حد عنده اسئله في حاجه تانية غير الجنراليزيشن؟ حد حابب يستفسر عن اي حاجه معينه؟ اوكي، لا مفيش حاجة، اتفضل يا وليد. علي انا، لا اتمنى انها تكون helpful. طب قولوا لي يا جماعة، حد عنده مانع ان انا احط يعني اسجل؟ انا اوريدي مسجلة، بس لو انتم مش عايزين ممكن ما احطوش على
على الفيسبوك اي بي اي ايجيبت جروب، لو حد لو عايزين اقدر اعمل ابلود ولا مش عاوزين؟ هايل، اوكي بيرفكت، حلو قوي. طب في اي حاجه ما كانتش واضحه في الحاجات اللي اتكلمنا فيها عايزين تسالوا اكتر؟ في حاجه عايزين تفهموها؟ anything؟ حد عنده اي سؤال؟ في المثال الأخير ممكن يحصل خلط عند الطفل بين شكل أو لون. هايل، كويس، سؤال حلو قوي، سؤال حلو جدا يا دكتور زينب. ما هو بصي هقول لك على حاجة، الفكرة في إيه، هو على حسب إحنا بنشتغل على إيه. أوكي، يعني زي مثلا أنت دلوقتي، أنت لو إحنا بنشتغل على ده مكعبة، أوكي، أنت عايزة تعرفي الطفل ان دي مكعبه، انت مثلا خلاص قلتي له شاور لي على المكعبه، فانت شاور لك على المكعبه، اوكي ده استجابه سمعيه. طيب وات از ات او ايه دي؟ مكعبه، خلاص. طيب بعد كده انت عايزاه كمان ان هو مش بس لما يشوف المكعبه دي اللي بالشكل ده اللي لونها ازرق يقول عليها مكعبه، انت كمان عايزاه ان انت لما يشوف مكعبه تانيه اوكي يقول عليها ان هي مكعبه، لما يشوف مكعبه تالته يقول عليها انها مكعبه. اوكي، عشان كده في اولاد كتير بتتلخبط. اوكي، بس ذا مور يعني كل ما انت ابتديتي تشتغلي على الحاجات دي من الاول، كل ما انت قدرتي ان هو ما يبقاش، لو انت قعدتي مده كبيره قوي اسابيع تمسكي دي بس وبتعلمي دي بس، اوكي بعد كده لما تيجي تجيبي له حاجه تانية ممكن حتى هو يتلخبط او ممكن ما يبقاش عارف ان دي، ويبقى الموضوع فعلا صعب عليه. لكن لو من الاول ابتديتي ان انت وانس ان هو اتعلم ان دي مكعبه، على طول دخلتي واحده تانية عشان تقدري تتست وتشوفي عارفها ولا لا، تبتدي ان انت تشتغلي عليها على طول، ما نستناش الجنراليزيشن. يا جماعه في ناس بتفتكر ان احنا لازم نقعد كتير قوي قوي ونستنى اسابيع قبل ما نبتدي نعمل جنراليزيشن، بالعكس ده بيصعب الموضوع اكتر لو احنا اتاخرنا. اوكي، ليها أكثر من إجابة والإجابة اللي ليها أكثر من سؤال المفروض أبدأ أثناء التدريب. أوكي نجلة، معلش، يعني إيه الإجابة اللي ليها أكثر من إجابة؟ الأسئلة اللي ليها أكثر من إجابة والإجابة اللي ليها أكثر، أنت قصدك stimulus generalization وال response generalization مش كده؟ أوكي، المفروض أبدأ أثناء التدريب أيهم؟ على حسب أنت بتشتغلي على إيه. أوكي، انت عايزه توصلي للاثنين، انت عايزه توصلي ان يكون في stimulus generalization و response generalization. يعني لو انت بتشتغلي زي ما قلنا على ان الطفل مثلا لما يدخل على حد يقول مثلا صباح الخير، يقول ازيكم، لو هو طبعا عنده القدره ان هو يقدر يقول حاجه زي كده، انت ممكن يكون في البرنامج بتاعه في كده. اوكي، وفي نفس الوقت في ان انت مثلا بتعلميه ان دي مكعبه، اوكي، ان لما يشوف دي يقول عليها مكعبه، ولما يشوف دي يقول عليها مكعبه، يعني ممكن يكون في نفس البرنامج بتاعه في الاوبجكتيف او الهدف ده والهدف ده. اوكي، على حسب الطفل. اوكي، ف يعني وعلى حسب طبعا الاسسمنت او التقييم اللي انت عاملاه، بس الاثنين يعني ممكن يمشوا متوازيين مع بعض. اوكي، مش بتستني لغايه لما تستخدمي مثلا ستيمولس جنراليزيشن في حاجات وبعد كده في حاجات تانية، لا. اوكي، اسمك ايه او انت مين؟ بالظبط، بصي اسمك ايه او انت مين بالظبط، برافو عليكي، دي stimulus generalization لان هي اجابه واحده، احمد صح؟ دي stimulus generalization، يبقى انت stimulus مختلفه، مثير مختلف، اوكي، والاجابه واحده بس. زي بالظبط مثلا انت حاطه له حاجات على الترابيزه، اديني التليفون، شاور لي على التليفون، هو فين التليفون، انت عماله شايفه بتنوعي في الكلام بتاعك، الاس دي بتاعك عماله تنوعي فيه، لكن الاجابه هي واحده بس، هو بيشاور لك على التليفون او بيبوينت عليه. موضوع رص الالعاب في الصفوف او اشياء اخرى، ايه تفسيرها في برنامج موضوع رص الالعاب؟ اوكي، بص يا سيد، انت عارف الاولاد اللي عندهم الاوتيزم جزء من السيمتومز او من الاعراض اللي موجوده عند الاولاد اللي عندهم اوتيزم ان هم
ان هما بيبقوا بيلعبوا طبعا بطريقه معينه، بتبقى طريقه ريبيتاتيف، بطريقه متكرره، بطريقه نمطيه. اوكي، فهو ده بالنسبه لهم ممكن يكون، يعني هما بيبقوا مبسوطين لما بيعملوا حاجه زي كده. اوكي، هو بيبقى سعيد لما بيقعد يرص الالعاب بالطريقه دي، ولكن احنا مش عايزينه يقعد يرص الالعاب دي وفي نفس الوقت ما يقعدش يتعلم حاجات تانية. اوكي، انت ممكن ان انت لو انت عايز تتدخل في حاجه زي كده، بلاش ان انت تحاول تقوله لا ما تعملش كده او بلاش تعمل كده. حاول ان انت لو دي العاب هو بيحبها، حاول تدخل معاه وحاول تلعب معاه. حاول ان انت تخلي معلش خليكم معايا ثواني يا جماعه. فانت يعني بلاش ان هو مثلا يبقى في حاجه معينه هو بيحبها وبيلعب بيها تقول له لا بلاش تعمل كده، او ان انت توبخه او تقول له نو. بالعكس، حاول تدخل معاه، حاول لو هو متقبل حاول ان هو تدخل معاه وتلعب معاه بالالعاب دي بطريقه مختلفه شويه. تحاول ان انت تزقه للعربيه هو يزقها لك، بس بطريقه فن، بطريقه تبقى انت مبسوط بيها. اوكي، عشان هو كمان يحاول يبقى مبسوط. اوكي، دي حاجة. حاجة تانية كمان انت ممكن تعملها بس مش دلوقتي، الاول دلوقتي ان انت تحاول ان انت بتعمل تربط نفسك، اسمها بيرنج، بتقرن نفسك بالالعاب اللي هو بيلعبها بدل ما هو بيحبها قوي كده. الحاجة اللي بعدها او في المرحلة اللي بعدها ان انت رص الالعاب والحاجات دي انت ممكن تخليها برضو رينفورسر لحاجة تانية انت عاوزه هو يعملها. اوكي، بدل دي حاجه بتسعده وما فيهاش حاجه، وممكن في نفس الوقت يقعد يرص الالعاب ويلعب بالحاجات دي في الاوضه بتاعته، لكن في اوقات معينه مش في كل الاوقات. اوقات تانية لما في ناس بتزوركوا او معاه اولاد، لا ممكن يلعب حاجات تانية بطرق مختلفه، او ينفع يلعب معاهم برضو بالالعاب بتاعت العربيات بس بطرق مختلفه مش بنفس الطريقه لو في اولاد تانية، بحيث ان هو ممكن يتعلم منهم، او ممكن انت تبقى متواجد معاه وتعلمه طرق مختلفه يلعب بيها بالعربيه في وجود اولاد تانية. اوكي، ممكن يصير كأخصائي من نماطات الطفل في الجلسات. بالظبط يا نجلة، بصي زي ما انا قلت كده، النمطيه او التكراريه بتاعت الاطفال دي على حسب. بصي في حاجات، بصي انا المدرسه بتاعتي واحنا كمان اللي احنا اتعلمناه، ان لو الطفل بيعمل السلوك ده، اوكي، اللي هو السلوك النمطي، وده بالنسبه له دي حاجه هو بيحبها وات فيلز جود، مش لازم ان انا ابطله له. اوكي، as long as طالما ان السلوك ده هو ما بيقعدش يعمله من ساعه لما بيصحى لغايه لما بينام، لان احنا برضو عايزين يكون في وقت تاني يقدر الطفل يتعلم فيه ويبقى يتعلم سلوكيات تقدر يتوظفها في الحياه الطبيعيه. اوكي، نقدر نستخدم السلوكيات النمطيه دي كرينفورسر. بالظبط بقى، لو هو بيحب ينط على النطاطه، لو هو بيحب يتمرجح، ما كل الحاجات دي برضو بالنسبه لهم نمطيه. اوكي، بس في حاجات معينه محتاجه انها تتوظف صح. يعني هو بيحب ينط، اوكي جدا، لكن بيحب ينط على الارض، بيحب ينط على الكنبه، لا we have to teach him، لازم نعلمه ان هو ينط على نطاطه ما ينطش على الكنبه، او ما ينطش في اماكن ما ينفعش ينط فيها، او على السرير. اوكي، فدي في حاجات محتاجه على حسب السلوك وعلى حسب البيئه بتاعته. سلوك صق الاسنان للطفل التوحدي بيحدث بشكل متكرر من العديد من الاطفال، بيكون سلوك سببه حسي او مشكله سكري. صق الاسنان انت قصدك ان هو بيجزع لسنانه؟ بحيث بشكل متكرر من العديد من الاطفال بيكون سلوك سببه حسي، اللي هو جز كده يعني كده على سنانه. هو ده قصدك يا وليد، ان هو يعني الطفل بيجز على اسنانه؟ اوكي، بص هقول لك على حاجه، على حسب يعني موضوع ان هو بيجز على اسنانه ده، يعني في اقول لك على حاجه، في اولاد ممكن يجز على اسنانه لو انت طلبت منه طلب، يعني ممكن تلاقيه وهو بيرفض مثلا يقول لك اه كده مش عاوز. اوكي، ده ما بتبقاش بقى حسي، لا ده هو بيعمل كده علشان هو عايز، ان هو مش عايز يقوم يعمل الطلب اللي انت طلبته منه. اوكي، على حسب هو بيعمل كده ليه. لكن
اكزاكتلي اسكيب. يعني في اولاد فعلا تيجي تطلب منه مثلا انت سلوكيات معينه هيقوم يعملها، يروح تلاقيه جززت لك على اسنانه وكده. لو كل مره انت بتيجي تطلب منه طلب يروح جزز على اسنانك كده، وانت بتقول له خلاص اوكي نعمل بلاش نشتغل دلوقتي، موست بروبلي هيبقى اسكيب. اوكي، لكن موضوع ان هو بيجز على اسنانه ده لو موضوع it feels good بالنسبه له او حاجه سنسري، انا افضل بس في الاول ان لو حاجه زي كده it's better ان هو يكشفه على دكتور اسنان او كده، يتاكدوا ان مفيش اي مشكله عضويه في الاسنان او مفيش اي مشكله عضويه في اللثه، لو في حاجه مضايقاه، لو في حاجه محتاج ان هو يعني نتاكد انها ميديكلي مظبوطه ما فيهاش اي مشكله طبيه. اوكي، اذروايز بعد كده لو دي مشكله طلعت انها مش مشكله ميديكال او ما فيهاش مشكله طبيه، I think بيبقى فيه procedures وبيبقى فيه حاجات تانية ممكن احنا نعلمها للطفل. اوكي، لو هو مثلا لازم نعرف هو بيعمل الحاجات دي امتى، ايه الاوقات اللي هو بيعملها، ايه الكونديشنز اللي بتحصل، بيعمل كده ليه، بنقول له ايه لما هو بيعمل كده، خلي بالك، لان حتى لو احنا افترضنا ان هو بيعمل كده حسي، لو احنا افترضنا قلنا له لا ما تعملش كده كل شوية، ما انت كده بتدي له انتباه attention. اوكي، لو الموضوع ممكن يأثر على اسنانه كمان up to the extent ان sometimes على فكرة كمان مع الدكاترة اللي هم بتوع الأسنان أو كده، ممكن لو الموضوع ده بيحصل كتير قوي قوي بيضطروا إن هم يحطوا لهم حاجة في بقهم I think علشان ما يدوسش على أسنانه ويكسر سنانه أو كده. كل الكلام ده طبعا it has to be عن طريق الدكاترة، it has to be عن طريق محلل السلوك، لازم بنفهم السلوك بيحصل ليه، هل هو بيعض على أسنانه بس ولا ممكن بيجيب حاجات تانية يعض عليها، لو حاجات تانية بيعض عليها يبقى معنى كده إن هو ممكن he's seeking input معين في أسنانه. ممكن نحاول بقى إن احنا ندور على chewing tubes وحاجات كده، برضو بتوع السبيتش ليهم دور في الموضوع ده، بتوع التخاطب. فالموضوع عارف ما بيبقاش حله في طريقة واحدة نقولها، لا ده sometimes بيبقى فيه حاجات كتيرة قوي قوي، وكذا حد من المتخصصين لازم يكونوا موجود لما يبقى بيتعلق بسلوك زي كده. اوكي، بالظبط، عضاده ده ممكن نضطر نستخدمها. اوكي، اي اسئله يا جماعه قبل ما نخلص؟ ثانك يو بجد ان انتوا حضرتوا، وانا سعيده ان انتوا حضرتوا، واتمنى ان التوبيك الموضوع ده كان موضوع لطيف وحاجه جديده نتكلم فيها. ان شاء الله بقى تحضروا معانا في الـ verbal behavior الشابتر اللي جاي. اوكي، باي باي، تصبحوا على خير، ثانك يو. العفو أستاذ يوسف، العفو. العفو، باي باي.